أحكام بالسجن المؤبد والمشدد تتراوح بين 15 و7 سنوات على 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر. الجيش الليبي يحكم سيطرته على مطار بنغازي، والحكومة تدعو لعصيان مدني بطرابلس لحين استعادت قواتها السيطرة عليه. قوات التحالف تواصل قصف مواقع داعش بعين العرب، وطيران الجيش العراقي يقصف مواقع للتنظيم غربي الفلوجة، وقواته تتقدم جنوبا. والعالم يتابع ظاهرة تعامد الشمس صباح اليوم على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده في أبو سمبل. الثانية عشر ظهرا بالقاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من شاشة النيل، بدايتها مع زميل أشرف عبد العاطي. شكرا لك سحر، وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية بحكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة على 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 6 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات الأربعة آخرين، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على 4 متهمين بالقضية، كما قضت بالبراءة لأحد المتهمين، فيما حكم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما على 4 متهمين وبالسجن المؤبد على 4 آخرين. يأتي ذلك على خلفية إدانة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية واستهداف السفن وناقلات البترول بقناة السويس، والتخطيط لاستهداف قوات الشرطة ومنشآت القوات المسلحة والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. هذا وتستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة محمد بديع و50 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات 4. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات 4 لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي 4 والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. للمزيد من المتابعة حول تلك القضية انضم إلينا من معهد أمناء الشرطة هشام حامد مراسل النيل. هشام، أهم ما دار اليوم في قاعة المحاكمة. نعم، حتى اللحظة لم تبدأ جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونحو 50 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة باسم غرفة عمليات 4. هيئة المحكمة وصلت قبل ساعتين تقريبا، وهيئة الدفاع وصلت أيضا والمتهمين، لكن يعني دقائق معدودة وتبدأ جلسة اليوم. من الترتيبات والتجهيزات التي تجرى الآن يبدو أن الجلسة ستنطلق خلال دقائق معدودة، وحسب تصريح للمستشار محمد ناجي شحاتة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر قضية غرفة عمليات 4 في تصريح لي قبل قليل، قال لي إن جلسة اليوم مخصصة لاستعراض تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها هيئة المحكمة لدراسة السيديهات الموجودة ضمن أحراز القضية أو التي قدمتها النيابة لهيئة المحكمة. أيضا قبل قليل وصل وفد من السفارة الأمريكية لحضور جلسة المحكمة. نحن نعلم أن من بين المتهمين في هذه القضية المتهم محمد صلاح سلطان ابن القيادي الإخواني صلاح سلطان، ومحمد صلاح نحن نعلم جميعا أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وبالتالي حضر وفد من السفارة الأمريكية قبل قليل لجلسة المحاكمة بعد موافقة المستشار محمد ناجي شحاتة على حضور وفد من السفارة الأمريكية لجلسة اليوم. يعني نحن نعلم أيضا أن المستشار محمد ناجي شحاتة رفض في السابق حضور وفد من السفارة الأمريكية، لكنه اليوم وافق على حضور هذا الوفد
جلسة القضية قليل، وبعد قليل تنطلق جلسة محاكمة المتهمين في غرفة عمليات رابعة. ويعني واليوم كما قلت استعراض التقرير الفني للجنة الفنية، وإذا كان هناك وقت سيكون هناك أيضا جزء من مرافعة النيابة العامة في هذه القضية. نعم. هشام حامد مراسل النيل كنت معنا من مقر معهد أمناء الشرطة، شكرا جزيلا لك. يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة إبراهيم محلبة لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والوضع في الجامعات. كما يناقش المجلس قانون المحاجر والمناجم، وذلك بهدف الخروج بقانون جديد يتيح الاستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية للدولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير الوفد. أستاذ ناصر بعد التحية، أهم القضايا والموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم خلال اجتماعه. مساء الخير. هو في أربع ملفات مهمة هيناقشها مجلس الوزراء أو بيناقشها حاليا بالفعل. الاجتماع بدأ الساعة 8 صباح اليوم بحضور جميع الوزراء. في الملف السياسي سوف يناقش المجلس المسودة الأولية لقانون الدوائر الانتخابية، وده قانون مهم جدا والمرتقب أن يصدر أن يحال إلى مؤسسة الرئاسة في الأسبوع القادم. في قانون تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجدل الدائر حول مشاركة عدد من رموز الحزب الوطني المنحل في العملية السياسية. في الملف الاقتصادي هيناقش قانون. أستاذ ناصر عفوا، لكن هذا القانون هل وصل إلى صيغة توافقية ما يخص مباشرة الحقوق السياسية؟ لا، هي مناقشة فقط، لم تصل الحكومة مع القوى السياسية إلى حل نهائي حتى هذه اللحظة. تمام. فبالتالي تفضل. الملف الاقتصادي هيناقش قانون أو ممكن أن يتم الموافقة المبدئية على قانون الاستثمار الموحد للقضاء على الروتين وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات دون أي تعقيدات ومشاكل روتينية مع المحليات وغيرها. كمان هيناقش الأداء الاقتصادي بعد ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة مستقر بدلا من سالب وفقا للمعايير الدولية. الملف الخدمي هيناقش مشكلة الأسمدة وارتفاع أسعارها، وهيناقش توريد المحاصيل الزراعية وأسعارها، وهيناقش حرق المخلفات الزراعية بما فيها قشر أرز. طب أستاذ ناصر دعني بس أقف عند هذه النقطة، بعد رفع اسم مصر في ائتمانيا، هل من الممكن أن يكون هذا له تأثير مباشر على الناحية الاقتصادية؟ هل دار أي حوارات حول هذا الموضوع؟ يعني ما الذي تحظى به مصر اقتصاديا بشكل مباشر خلال هذه الفترة؟ أكيد هيكون له أداء إيجابي جدا على الأداء الاقتصادي. نعم. وإحنا شفنا البورصة ارتفعت منذ اللحظات الأولى لإعلان رفع اسم مصر وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، ولكن لننتظر ماذا يقرر مجلس الوزراء في هذا الشأن. في الملف الخادم يا حضرتك، إلى جانب ما ذكرناه، هيناقش تقرير مهم من وزير الري حول مفاوضات سد النهضة وما جرى في القاهرة في الفترة الأخيرة، إلى جانب قانون المحاجر والمناجم. ممكن أن تحدث الموافقة النهائية على هذا القانون اليوم. في ملفين آخرين أستاذ ناصر عفوا، قانون المحاجر والمناجم باعتبار أنه قانون مهم جدا، عمال المحاجر والمناجم بينادون من فترة طويلة بفكرة الرعاية الصحية والتأمين على حياتهم وتوفير الأمن، خاصة هذه المناطق اللي بتكون صعبة الحياة فيها. هل وصل هذا القانون إلى صيغة حتى إذا كانت على شكل مسودة يخص هذا الموضوع وهذا الإطار؟ والله التفاصيل الكاملة غير موجودة معانا، ولكن هذا القانون قديم وتم مناقشته في جلسات عديدة من مجلس الوزراء على فترات متنقلة، ولكنه للأسف كان يوضع في ثلاجة الحكومة ثم يعود للظهور مرة أخرى. تمام. اليوم مناقشة أولية ممكن أن تتم موافقة مبدئية إلى أن يصاغ بصيغة بشكل نهائي بما يتوافق مع متطلبات العمال. تمام، بشكرك الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير الوفد والمتخصص أيضا في شؤون مجلس الوزراء. شكرا. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن اللجنة المكلفة بوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستبدأ عملها انطلاقا من مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، والتي صاغت مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. أشار إلى أن اللجنة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قدمت مقترحات حول تقسيم الدوائر من المواطنين والأحزاب والقوى السياسية. اجتماع هو الأول للجنة المكلفة بوضع مشروع قانون إنجاز الانتخابات البرلمانية المنتظرة. الاجتماع الذي جاء في أغلبه إجرائية تم خلاله تشكيل الأمانة الفنية، واتفق الجميع على أن يكون الدستور هو المرجعية الأساسية للعمل، كما تم وضع المعايير التي سيتم عليها عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
أهم معيار هو التقسيم العادل لعدد السكان وعدد الناخبين، تقسيم الدوائر على هذا الأساس. هنعتمد بالدرجة الأولى يمكن على التقسيم الإداري اللي مصر موجود في الجمهورية في الفترة الحالية، قد يضاف إليه بعض التعديلات هنا أو هناك بالنسبة لبعض الدوائر اللي هي الدستور والقانون اشترط إن احنا نعملها معاملة تفضيلية، كما مثل محافظات زي الموجودة في المناطق النائية أو المناطق الحدودية. المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة أكد على أن أي تأخير في عملية تقسيم المحافظات الجديد لن يعيق عمل اللجنة التي ستتعامل مع الوضع الحالي إلى أن يحدث أي تغيير. أعتقد أنه في المرحلة الجاية هنصدر قانون بتاع تقسيم الدوائر، مدام قانون تقسيم الانتخابات ما صدرش، المحافظات ما صدرش حتى الآن، يبقى هنطلع القانون بتاع تقسيم الدوائر كما هو. اللجنة شددت على أنها تباشر عملها في سياق الحياد والتجرد وليس لها أي توجهات سياسية أو حزبية، مؤكدة على دعوتها لكل المواطنين ممن لهم أي تعليق أو مقترح أن يتوجهوا به إلى اللجنة، كذلك بالنسبة للقوى السياسية. إذا كان هناك طلبات من قوى سياسية لعقد اجتماعات ما عندناش أي مانع أن احنا نعمل معهم لقاءات عشان يصدر القانون بصورة ترضي جميع المصريين. البدء في أعمال اللجنة المكلفة بوضع تقسيم الدوائر الانتخابية اللازمة للانتخابات البرلمانية القادمة هو الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق. أعمال كثيرة تنتظر من هذه اللجنة وأعمال أكثر في انتظارها. أحمد هندي، التلفزيون المصري. شهدت محافظة أسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده بمدينة أبو سمبل، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول المعتمدين في مصر. من جانبه أكد محافظ أسوان مصطفى يسري على أهمية الحدث، وقال إنه معجزة فلكية هندسية فريدة للفراعنة القدماء ليس لها مثيل في أي موقع أثري آخر في العالم. أنظار العالم أجمع وأنظار محبي وعشاق الحضارة الفرعونية بصفة خاصة تتجه نحو معبد أبو سمبل بمدينة أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وهي ظاهرة تتكرر مرتين كل عام في ظاهرة هي الأشهر والأهم بين 4500 ظاهرة فلكية شهدتها مصر الفرعونية. أشعة الشمس تدخل إلى مكان بداخل المعبد يسمى بقدس الأقداس لتتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني في ظاهرة تثبت تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك واستفادتهم الكاملة بظواهره في حياتهم العامة، ودليل أيضا على معرفتهم بخصائص شروق الشمس وغروبها ومواقيتها ومواقعها طوال السنة الشمسية. شعاع الشمس يتسلل صباح يومي 22 من أكتوبر و 22 من فبراير من كل عام إلى وجه الملك لتضفي فيضا من نور الشمس على وجه الفرعون داخل حجرته في قدس الأقداس في قلب المعبد، ثم يتكاثر شعاع الشمس بسرعة مكونا حزمة من الضوء تضيء وجوه 3 تماثيل من التماثيل الأربعة داخل قدس الأقداس. أراء علماء الآثار تباينت حول مناسبة تعامد أشعة الشمس، حيث يقول أحد الآراء أن التعامد يأتي يوم 22 من أكتوبر ليتواكب مع يوم ميلاد الملك، ويوم 22 من فبراير ليتواكب مع يوم تتويجه كملك. أما الاتجاه الثاني فيرى أن التعامد يوم 22 من أكتوبر يأتي تواكبا مع بداية فصل الزراعة في مصر القديمة، أما تعامد الشمس على وجه الملك في 22 من فبراير فيحدث في مناسبة بداية موسم الحصاد. جدير بذكر أن حدوث تعامد الشمس على تمثال رمسيس كان يحدث يومي 21 من أكتوبر و 21 من فبراير قبل عام 1964، إلا أنه بعد نقل معبد أبو سمبل بعد تقطيعه لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالي في بداية الستينات من موقعه القديم الذي تم نحته داخل الجبل إلى موقعه الحالي، أصبحت هذه الظاهرة تتكرر يومي 22 من أكتوبر و 22 من فبراير، وذلك لتغير خطوط العرض والطول بعد نقل المعبد 120 مترا غربا وبارتفاع 60 مترا. رمسيس الثاني حكم مصر لمدة 66 عاما وهو ثالث فراعنة الأسرة 19، وقد لقبه القدماء بابن إله الشمس، حيث صعد إلى سدة الحكم وهو في أوائل العشرينات من العمر، ومن أشهر زوجاته كانت الملكة
نيفرتاري. المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أسوان مراسل النيل خالد عبد الوهاب. خالد، هل هناك من أجواء احتفالية سياحية صاحبت هذه الظاهرة المعجزة؟ تحياتي لك زميلي أشرف، وتحياتي سحر، وتحياتي لمشاهدي النيل الأخبار أينما كانوا. بالفعل أشرف، أجواء احتفاليات بدأت من الأمس الثلاثاء، حيث اقتصرت الاحتفالات هذا العام على مدينة أبو سمبل فقط على غرار احتفالات العام الماضي والتي شهدتها مدينتا أسوان وأبو سمبل. قرار محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري باقتصار الاحتفالات فقط على مدينة أبو سمبل هذا العام تضامنا ولمراعاة مشاعر أسر ضحايا الحادث الأليم الذي حل بالطريق الصحراوي الغربي على الأسبوع الماضي، وأيضا تضامنا ولمراعاة مشاعر أسر ضحايا الضباط والجنود الذين سقطوا واستشهدوا في سيناء. الأجواء الاحتفالية أشرف كما ذكرت شاركت فيها 6 فرق من محافظات أسيوط والشرقية والمنوفية والمنيا، بالإضافة إلى فرقتي أسوان وتشكى للفنون الشعبية. قدمت هذه الفرق العروض الفنية المتنوعة بالأمس في مدينة أبو سمبل السياحية، واختتمت الاحتفالات مساء أمس ب حفل فني شاركت فيه هذه الفرق المتنوعة. استمرت الأجواء الاحتفالية بفرقة الفنون الشعبية وفرقة توشكا اليوم حينما تعمدت الشمس في الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة على رأس الملك رمسيس الثاني. هذه الأجواء الاحتفالية بمشاركة هذه الفرق التي ذكرتها، لكن اللافت أريد أن أوضح أشرف بأن تعامد الشمس بدأ ب3 تماثيل داخل قدس الأقداس. بدأت الشمس تطلع على تمثال رع حور أخت إله الشمس عند القدماء المصريين، ثم انتقلت إلى تمثال الثاني وهو تمثال رمسيس الثاني المؤله والذي يتساوى مع الآلهة، ثم تمثال الثالث وهو تمثال آمون رب طيبة. أما التمثال الرابع داخل قدس الأقداس وهو للإله بتاح وهو رب منف وطيبة وراعي الفن والفنانين وإله العالم السفلي، هذا التمثال لا تصله أشعة الشمس لأنه لابد أن يبقى في ظلام دامس كحالاته في العالم السفلي. حسام عبود مدير عام أثار أبو سمبل قال لي أن احتفالية هذا العام تتزامن مع الاستعداد للاحتفال بمرور 46 عاما على نقل المعبد برعاية منظمة اليونسكو، وقال أن طبعا وزارة الآثار ستروج لهذا الحدث في الاحتفالية القادمة في 22 من فبراير المقبل. أيضا المحافظ اللواء مصطفى يسري صرح لي بأن الفرق التي ستشارك في احتفالية فبراير المقبل ستكون فرق محلية وفرق أيضا عالمية. نتمنى أن تخرج هذه الاحتفالات بما يتناسب مع تلك الظاهرة المعجزة. خالد عبد الوهاب، أحييك على معلوماتك التاريخية الغزيرة، شكرا جزيلا لك. لقي جنديان من الجيش الليبي مصرعهما وأصيب 15 آخرون في اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحيط منطقة بنينة ببنغازي، كما أصيب جنديان جراء هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية تابعة لقوات الجيش الليبي بمدينة دريان شرق بنغازي. تزامنا أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها أصدرت أوامرها للجيش بالتقدم تجاه طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة، مطالبة المواطنين بإعلان العصيان المدني بالمدينة لحين دخول الجيش الليبي لتحريرها. بعد أسبوعين من المعارك، الجيش الليبي يواصل تقدمه في بنغازي، والحكومة تطالبه بالتحرك لتحرير العاصمة طرابلس. هكذا يبدو المشهد الليبي. الحكومة الليبية أمرت قوات الجيش بالتحرك لتحرير العاصمة من الجماعات المسلحة في وقت تستمر فيه المعارك في مدينة بنغازي بين الجيش والميليشيات المسلحة، وطلبت الحكومة أهالي طرابلس بدعم قوات الجيش والتصدي للمجموعات المسلحة، لكنها طلبتهم أيضا عدم القيام بأي أعمال انتقامية ضد الممتلكات الخاصة وعدم التعدي على أي فرد من هذه المجموعات بعد القبض عليه، بل تسليم لقوات الجيش والتي ستتعامل معه وفق القانون. وأكدت الحكومة أنها ستقدم رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين ورئيس الحكومة غير الشرعية عمر الحاسي ومن تواطأ معهم على الانقلاب على الشرعية إلى المحاكمة. كما طالبت الحكومة المواطنين بإعلان العصيان المدني في كافة أرجاء العاصمة انتظارا لدخول الجيش الليبي لتحريرها.
وفي بنغازي أحكم الجيش سيطرته على مطار المدينة بعد أكثر من 14 يوما من المعارك مع قوات مجلس شورى الثوار بنغازي الذي يصنفه البرلمان المنتخب ضمن الجماعات الإرهابية. واندلعت اشتباكات في منطقة سيدي خليفة في بنغازي بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات ما يسمى بمجلس ثوار بنغازي، واستمر القتال على محاور متعددة من المدينة بهدف استعادة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، حيث أسفرت 6 أيام أكثر من 70 شخصا حسب مصادر ميدانية. كما دارت معارك داخل جامعة بنغازي ومناطق أخرى بثاني أكبر المدن الليبية فيما تم إجلاء عدد من المدنيين. وقال الجيش الليبي إنه يعمل على طرد المسلحين من بعض الجيوب في بنغازي، مؤكدا أنه يتفادى اقتحام أحياء ذات كثافة سكانية عالية حفاظا على أرواح المدنيين بخطى ثابتة. إذن يسير الجيش الليبي في خطته الرامية إلى فرض سيطرة الدولة الليبية على المدن والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة في معركة ستستغرق بلا شك وقتا طويلا في ظل ما تمتلكه هذه الجماعات من أسلحة وعتاد، لكنها ضرورية لاستعادة هيبة الدولة الغارقة في بحر من الفوضى منذ 3 سنوات. وصلت طائرات التحالف الدولي قصف مواقع تنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. كما شن المقاتلون الأكراد هجوما على مواقع التنظيم بالمدينة. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن ضربات التحالف حول المدينة ساعدت على منع عناصر التنظيم من الاستيلاء على المدينة، غير أنها حذرت من أن سقوط البلدة ما زال أمرا ممكنا. بدعم من قوات التحالف الدولي يواصل الأكراد تقدمهم في عين العرب المعروفة باسم كوباني في الكردية وسط معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. طائرات التحالف شنت 4 غارات جوية على موقع للتنظيم في مدينة عين العرب، بينما شن مقاتلون أكراد هجوما على مواقعه وسط المدينة. استهدفت مقاتلات التحالف الدولي بناية ومعدات ووحدة كبيرة تابعة لتنظيم داعش في محيط المدينة، كما شنت غارات على شمال شرقي عين العرب في حي الصناعة وحي عرب نيار. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين الأكراد استهدفوا تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في القسم الشرقي من عين العرب، وذلك في أعقاب شن مسلح التنظيم هجوما على مواقع الأكراد في المدينة من جميع المحاور. من جهة أخرى توقع متحدث باسم قوات البشمرجة في إقليم كردستان شمال العراق أن تشارك قوات كردية في الدفاع عن كوباني خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على تعليمات القائد العام لقوات البشمرجة مسعود البرزاني. الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم وزارة دفاعها بنتاغون أكدت أن المقاتلين الأكراد ما زالوا يسيطرون على القسم الأكبر من المدينة، وأن مسلحي تنظيم داعش لم يحققوا تقدما ميدانيا في الأيام الأخيرة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن الوضع ما زال هشا. ضرباتنا الجوية والدفاع الكردي في الأرض أوقف تقدم داعش وقلل من قدرته على التهديد، لكن المدينة ما زالت مهددة. أريد التأكيد على أن إسقاط الذخيرة والأسلحة من الجو وسيلة آمنة لتوصيل الإمدادات. نحن نقوم بالإسقاط الجوي بشكل جيد، وهي الطريقة الأفضل لإيصال المساعدات، وستظل خياراتنا مفتوحة. وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن أن تكلفة القتال ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بلغت 424 مليون دولار منذ بدء الضربات الجوية في 8 شهر أغسطس الماضي. غارات متتالية إذن تشنها قوات التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، وصل عددها أحيانا إلى 20 غارة في اليوم، وصمود للمقاتلين الأكراد بمدينة عين العرب أو كوباني ساهمت في وقف تقدم التنظيم في 3 أكبر المدن الكردية في سوريا بعد أن كانت على وشك السقوط في أيدي مقاتلي التنظيم.
قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي أوباما إن مسؤولين أمريكيين كبار يبحثون طلبا عراقيا لإرسال المزيد من المستشارين العسكريين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية في حربها على تنظيم داعش. في غضون ذلك قصف طيران الجيش العراقي مواقع للتنظيم غربية مدينة الفلوجة، وأحرزت قواته تقدما في المدينة في وقت أعلن قائد عمليات صلاح الدين مقتل الأمير العسكري للتنظيم الإرهابي في ناحية الصينية شمال تكريت. يبدو أن العراق الجبهة الأولى في الحرب على داعش بدأ يستفيق من صدمة هزيمة قواته أمام ميليشيات التنظيم الإرهابي، وشرع في إحراز بعض التقدم ولو بعد حين. الطيران العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش غربي مدينة الفلوجة، بينما تقدمت قواته نحو المدينة المحاصرة. تزامنا طالب قائد قوات جبل سنجار الحكومة العراقية والتحالف الدولي بتوفير مروحيات لنقل ما يقرب من 1000 مدني محاصر بالجبل إلى إقليم كردستان العراق. أما في محيط بغداد، تقدمت قوات داعش إلى القرى الواقعة في شمال بغداد على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة في محاولة لتوسيع جبهة القتال مع قوات البشمرجة الكردية. وقامت قوات داعش بقصف القرى بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى فرار سكانها خوفا من وقوع المنطقة تحت سيطرة التنظيم. مشتت إخبارية اضطربوا من عندكم، فكل من أخذ نفسه وطلق، أخذ جهاله وطلق. شو سوى؟ مقاومات ما حد قاوم، يعني بالداخل ماكو مقاومة، لا جيش لا شرطة كل شيء جيش ماكو. على الجانب الآخر، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن قد تقرر توسيع دور مستشاريها العسكريين في العراق في حال طلب الحكومة العراقية ذلك، لافتة إلى أنه يتم حاليا بحث كيفية الاستفادة من المستشارين واحتمال استغلال قدراتهم في الحملة العسكرية ضد داعش في مجالات أخرى، بالإضافة لمهمتهم الأساسية لتدريب القوات العراقية. حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن حملة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية على الإقليم اليزيدي في العراق قد ترقى إلى محاولة الإبادة الجماعية. تحذيرات المسؤول الأممي تأتي على خلفية تقدم مقاتلي داعش نحو جبل سنجار لتجديد الحصار على آلاف اليزيديين العالقين وإجبارهم على التقهقر إلى الجبل، بينما يعد أحدث تهديد للأقلية اليزيدية التي استهدفتها داعش بشتى أشكال الاعتداء والقتل منذ استيلائها على أجزاء واسعة من بلاد الرافدين. يتوجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الأردن وتركيا، حيث سيبحث مع المسؤولين في البلدين تطورات الوضع في العراق وسبل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. كان العبادي أكد خلال زيارته طهران أن بلاده تخوض حربا مع إرهابيين يهددون المنطقة، وأضاف بعد لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار المسؤولين هناك إن الإرهاب بالعراق يحاول خلق انشقاق بين الشيعة والسنة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد مراسل النيل حيدر الأسدي. حيدر، بداية ماذا عن تطورات الوضع الأمني في العراق؟ يعني تطورات الوضع الأمني لهذا اليوم، هناك معارك عنيفة تدور في منطقة الخمسة كيلو في محافظة الأنبار بعد محاولة من قبل الجيش العراقي لاستعادة السيطرة وطرد مسلحي التنظيم من هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية ومنطقة نفوذ لتنظيم داعش. هذا من ناحية الجبهة الغربية. أما من ناحية الجبهة الشمالية، بدأت منذ الصباح الباكر عملية اقتحام مدينة بيجي. هذه المدينة التي يتواجد فيها بحسب المسؤولين الأمنيين العراقيين أبرز وأكبر قادة تنظيم داعش في مناطق شمال العراق، لأن أيضا مدينة بيجي إذا ما تمكن الجيش العراقي من اقتحامها ستكون مفتاح للتوجه نحو تحرير مدينة تكريت، ثاني أكبر المعاقل التي يتواجد فيها مسلحو التنظيم بعد مدينة الموصل. حتى الآن هذه هي المعارك تدور على الجبهة الغربية والجبهة الشمالية. طب حيدر، صدى زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إيران في الشارع؟ يعني العراقيون ينظرون إلى أن الحكومة العراقية تحاول أن تبدأ بفتح صفحة جديدة في العلاقات الإيجابية مع مختلف دول العالم، وخصوصا
الدول الإقليمية. إيران أيضا تعتبر لاعب مهم في المنطقة، لاعب مهم على الساحة العراقية، فبالتالي هذه الزيارة هي زيارة ممكن أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وليس التبعية العراقية لإيران. فبالتالي أيضا العراق بحاجة إلى مساعدة الإيرانية فيما يخص الذخائر، فيما يخص مواجهة التنظيمات المتطرفة. كل هذه الأمور بالتأكيد ينظر لها العراقيون على أنها أن هذه الزيارات هي بداية لصفحة جديدة في العلاقات، تحاول حكومة العبادي أن تصلح ما خربته الحكومة السابقة في العلاقات الإقليمية والعربية. من العاصمة العراقية بغداد، أشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل حيدر الأسدي. نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل: بريطانيا تعلن اليوم خطتها لتجديد قانون جمع التبرعات لتمويل الجماعات الإرهابية باستخدام الجمعيات الخيرية. بالسجن المؤبد والمشدد تتراوح ما بين 15 و7 سنوات على 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر. الجيش الليبي يحكم سيطرته على مطار بنغازي، والحكومة تدعو لعصيان المدنيين بطرابلس لحين استعادة قواتها السيطرة عليها. قوات التحالف تواصل قصف مواقع لداعش بعين العرب، وطيران الجيش العراقي يقصف مواقع للتنظيم غربي الفلوجة، وقواته تتقدم جنوبها. والعالم يتابع ظاهرة تعامد الشمس صباح اليوم على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده في أبو سمبل. الآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الاقتصادية في نشرتنا لهذه الساعة. تفاصيل الأخبار مع الزميل محمد شعبان. إليك محمد. شكرا سحر وأشرف. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: صعود جماعي قوي لمؤشرات البورصة المصرية، والرئيسي يصعد بنحو 2%، ورأس المال السوقي يربح نحو 5 مليارات جنيه. أهلا بكم مجددا. صعدت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية لليوم الثالث على التوالي في منتصف التداولات بدعم من حالة التفاؤل التي تسود السوق ومشتريات كثيفة من الأجانب والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الحكومة ستنفذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام المقبل في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء. وأوضحت والي أن المرحلة الأولية من البرنامجين تستهدف نحو 2 مليون شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية تبلغ 2.5 مليار جنيه. وقالت الوزيرة إن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل سيتم توسيع نطاقها في العام 2015، لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه. وتدير مصر بالفعل برنامج إعانات يدعم نحو 1.5 مليون شخص، وسيستمر العمل به.
قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن الوزارة نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 إلى 15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى 3 مليارات جنيه. وأشار الوزير إلى أن وزارته تسعى للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ في فبراير المقبل. وأضاف مدبولي أن الوزارة تتفاوض على إعادة تقييم الأراضي التي لم يتم تطويرها، مشيرا إلى مبادرة لتقديم قروض ميسرة لمحدود الدخل للانتهاء من تشييد الوحدات السكنية غير المكتملة في المناطق العشوائية التي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي. عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم مع بيرن هانز رئيس مؤسسة بيك بيتل الأمريكية العملاقة. وعقب الاجتماع قال حنفي إن المؤسسة عرضت تمويل أي مشروع قومي مصري سواء بتقديم قروض مالية مباشرة أو تمويل شراء احتياجات المشروعات بتسهيلات وشروط ميسرة. وأشار وزير التموين إلى أن المؤسسة الأمريكية العملاقة عرضت المشاركة في تمويل مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 40 مليار جنيه، والمركز اللوجستي العالمي للسلع الغذائية في دمياط. أكد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إيهاب باسيسو أنه سيتم صرف دفعة مالية لموظفي حماس في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري. ونوه باسيسو إلى أن الدفعة المالية تقدر ب$30 مليون وتوزع بطريقة تشرف عليها الأمم المتحدة. وكانت نقابة الموظفين قررت تعليق العمل في كافة الهيئات الحكومية احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة التي شكلتها حركة حماس بنحو 54,000 موظف، وتبلغ رواتبهم الشهرية نحو $40 مليون. في المغرب تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 1% على أساس سنوي في سبتمبر من 3% في أغسطس. وقالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم إن مؤشر أسعار الأغذية تراجع بنسبة 2.3% في 12 من الشهر سبتمبر، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2.1% بعد زيادة 2.2% في أغسطس. وتراجعت نفقات الرعاية الصحية 1.1%، بينما زادت تكاليف الماء والكهرباء 4.6% مع بدء تخفيض الدعم الحكومي. يتواصل في روسيا التحقيق في أسباب تحطم طائرة الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للنفط كريستوف دو مارغوري، والذي أدى إلى مقتله. يأتي هذا بينما بدأت منذ الآن آلية ملء الفراغ الذي خلفه رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعيد انتخابه عام 2012 ل3 سنوات على رأس الشركة الفرنسية الأولى على مستوى الأرباح. وسيتم اختيار الرئيس التنفيذي للشركة التي تضم 100,000 موظف وسجلت عام 2013 حجم أعمال بقيمة 189,500,000 يورو من داخلها عملا بتقاليد الشركة. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى صحر أشرف لاستكمال بانوراما النيل. شكرا. شكرا لك محمد. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإعلان اليوم عن خطط لتشديد قوانين تمويل الجماعات الإرهابية من خلال وقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال لتلك الجماعات. وصرح كاميرون أن تلك الإجراءات ستساعد على التأكد من وصول تبرعات المواطنين للجمعيات الخيرية، وأيضا منع المدنيين المدنيين في جرائم جنائية مثل الإرهاب أو غسل الأموال من جمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية. يأتي التوجه البريطاني على خلفية التحقيقات التي تجريها بريطانيا حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالتطرف والعنف وصلاتها بعدد من المنظمات الخيرية والفكرية التي تدعمها. أعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات المقدمة لصندوق الأمم المتحدة لمحاربة الإيبولا في غرب إفريقيا وصل إلى نحو $50 مليون، في حين أن المنظمة الأممية طلبت دولها التبرع بمليار دولار.
في غضون ذلك قالت منظمة الصليب والهلال الأحمر في بكين إنه يمكن احتواء الوباء في غرب إفريقيا في مدة لا تتعدى 6 أشهر إذا ما تم تطبيق الإجراءات الصحيحة. فيما يعد تطورا إيجابيا للأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء إيبولا، أعلنت المنظمة العالمية للصليب والهلال الأحمر أنه يمكن احتواء الوباء في غرب إفريقيا في مدة لا تزيد عن 6 أشهر في حال اتخاذ الإجراءات الصحيحة. الأمين العام للمنظمة صرح في مؤتمر صحفي في بكين أنه يمكن تحقيق ذلك خلال المدة المحددة إذا تم توفير العزل المحكم والعلاج الصحيح للحالات المؤكدة، بالإضافة إلى الدفن الكامل لجثث الضحايا. نحن نقوم بكل ما هو ممكن للاستفادة من مواردنا وقدراتنا لأقصى حد. في غضون ذلك يشكو المقيمون في إحدى القرى القريبة من عاصمة ليبيريا مونروفيا من أن حرق ضحايا وباء إيبولا في المنطقة يعرض صحتهم لخطر الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى تداعياته النفسية على الكبار والأطفال على حد سواء. لا نستطيع المكوث في مزارعنا بسبب الدخان المتصاعد من المحرقة. نقوم بحبس الأطفال في المنزل أثناء تناولهم الطعام لأننا لا نريد أن تقترب الحشرة من طعامهم. أما في سيراليون المجاورة فيعاني السكان ليس فقط من تهديد الإصابة بالفيروس الخطير، بل أيضا من نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بسبب الحصار المفروض على خلفية تفشي المرض. برنامج الغذاء العالمي أصدر تقريرا يفيد بأن 80% من سكان شرق سيراليون أضحوا يستهلكون أنواع طعام أقل تكلفة من الأطعمة التي كانوا يأكلونها قبل تفشي المرض هناك، فيما بدأ 75% منهم من تقليل كميات الطعام المستهلك يوميا. وعلى الرغم من تلك الظروف الصعبة لا يزال الحصار يفرض على المناطق المصابة، وإنشاء نقاط تفتيش على الطرق السريعة لإيقاف الحافلات والسيارات لقياس حرارة مستقليها ولغسل أيديهم. يذكر أن 4500 شخص لقوا حتفهم جراء الإصابة بوباء إيبولا في غرب إفريقيا بعد ظهوره هناك منذ 10 أشهر. ونشاطنا مستمرة معكم وفيها بعد قليل لعبة ابتكرها هواة فلسطينيون أملا في تحقيق تفاصيلها على أرض الواقع في يوم من الأيام.